السلام عليكم، شو اخباركم؟ مساكم طيبين، معكم اخوكم سلمان او رير فير. اليوم جايب لكم جيم بلاي باتل فيلد 3. الجيم بلاي ذبحت 14 ومت 8 مرات اتذكر. واجهت شوية صعوبة في هذا الجيم بلاي، لان الماب يعني الماب يعني يفاجئونك فجأة، يطلعون كذا ومن ورا هذه ما ادري وش اسمها بالضبط، بس انها حقات الكارغو او النقل او ما ادري والله شو اسمها بالعربي، الزبد. الزبد على قولة الحجازيين. المهم اليوم ما حاب اتكلم عن حاجات صارت لي يعني مضحكه، يعني سواء كنت صغير او كبير، احب اقول سواء كنت صغير او كبير. المهم مره من المرات كنت قاعد العب، طبعا هذا يوم كنت في لبنان، يوم كنت صغير يعني يمكن صف ثالث رابع والله ما اتذكر بالضبط. بس القصه وش هي، انه مره كنا نلعب كوره كذا متحمسين انا واصدقائي ومتجمعين يعني، وانا الوحيد السعودي يعني، بس مجرد معلومه بسيطه. طبعا يعني كلهم يلعبون بحماس وانا كنت مرضو برضو متحمس. فا اسف على شو اسمه، توني ماكل كوكيز اموت الكوكيز انا. المهم فكنا قاعدين نلعب كورة، وجيت انا يعني كذا داعس داعس مرة. فطبعا الكورة ما كانت معي، الكورة كانت مع واحد، فيعني هذا الواحد مزعني بأقوى ما عنده يعني، هو ما كان مزعني يعني من قصد، بس انه يعني انا جيت قدام الكورة مزعني في اذن، وين في اذني، في اذني يا شباب في اذني، يعني مكان خطر انك انه يجيها ضربات قويه ومنها الكوره. فيعني من رده فعلي ايش سويت، يعني مو بكيفي، بس انه في نفس الوقت اول ما شات الكوره فيني تشقلبت قدام كذا، تشقلبت يعني شقلبه فرونت فليب، اللي مو فاهم وش الشقلبه او شيء زي كذا، يعني انقلبت كذا على ظهري، قمت مختلع ما ادري شو اسوي يعني من الخلع، ما بكيت. طبعا كنت صغير يعني وقتها، فكان شيء عادي لو بكيت، بس انه ما بكيت، انا قعدت احاول امسك نفسي، عيوني كانت تدمع، بس انه ما كنت ابكي، كانت تدمع من الوجع بس. فيعني التفت كذا، كلهم يفرجون علي، استغربوا وش في ذا، وش انقلب سياره ذا، مو بانسان. ف على طول يعني رحت كذا للطبيبة، الله الطبيبة ذي هذه ثاني مرة تجي الفيديو. شو اسمه، ف قالت يعني يعني ما في اي مشكلة يعني، بس انه كانت الجهة يعني كلها يعني حمرة بزود. فرحت البيت يعني طعم الاذر السخيف انني تشقلبت ثم رحت البيت. المهم شيء ثاني صار يعني مره مخجل يعني، ولما الحين اتذكرها واقول ايش احس فيه انا. اللي مو بسعودي يمكن بعضكم ما يعرفون الشيء. طبعا كنا رايحين ثمامه، هذه منطقه يعني ما ادري وين بالضبط يعني، هذه بالضبط يعني، بس انها يعني في وسط نجد على ما اظن. طبعا يوم كنت اروح، انا كنت صغير يعني، ما رحت الثمام الا مره واحده في حياتي يعني، كنت صغير وقتها، فيعني ما عندي معلومات كثيره عن الثمامه، بس انا عارف انه يعني هي زي الملاهي، بس انه يعني فيها حاجات اكثر من ملاهي. هذا اللي اقدر اقول لكم اياه، اذا انا مو بصح شباب احد يصحح لي في الكومنت او شيء زي كذا. المهم وش السالفه، هي ان كنا تونا يعني كان اتوقع تونا مصلين صلاه المغرب، فطلعنا من المسجد انا طلعت بالحال يعني، فرحت اجري يعني، يعني لاني كنت مختلع يعني، وش طلعت بالحال يعني، كنت قاعد ادور ابوي. فاول ما طلعت لقيت يعني رجال كذا، رجال لابس نفس لبس ابوي بالضبط يعني، شو اسمه، غترة بيضة وكل شيء يعني، ثوب ابيض وكل شيء، كل شيء يعني يشبه له. فبس انا يعني رحت اجري كذا وطاير داس، وامسك يده، مسكت يده وما شفت فوق كذا، مسكت يده كذا بس خلاص قاعد كملت. فجأة كذا التفت فوق لقيت شو اسمه، قال انا مو ابوك، قوية في وجهك، انا مو ابوك. فيعني استغربت، قلت وش بي ذا، واخرت يدي منه
والتفت ورا مين لقيت؟ لقيت ابوي واخوي يضحكون علي ضحك غير طبيعي. يعني انا شوية وابكي من القهر، يعني مو قصة اني كنت خايف، بس يعني كذا ما ادري، تحس انك يعني تفشلت و بس. يعني هذا هو هذه هذا السالفة يعني، ولما الحين اتذكرها واقول وش احس فيه انا. يعني هالدرجة احول. وش اسمه، وبرضه سالفة أخيرة اللي راح تكون آخر سالفة في هذا الفيديو، اللي هي مرة كنا يعني مجتمعين كلنا احنا يعني الجماعة يعني في مزرعة. المهم فيعني كان في المزرعة هذه دبابات أربع كفرات أو بانشي أو ما أدري شو تسمونه، يعني أنا أسميه دباب أربع كفرات أو بانشي أو بس هذا اللي أسميه. أو أي تي في، اسمه أي تي في. المهم طبعا كنا انا وولد خالتي يعني من اعز الناس عندي، كنا قاعدين كذا يعني طفشانين، فقلنا خلنا ناخذ واحد من الدبابات وكنا نمشي، المزرعة كانت مرة كبيرة. يعني تعرف يعني احنا كنا كل واحد في صف خامس، ما ادري، لا انا كنت خامس وكان رابع، فكنا يعني مسرعين مرة يعني متحمسين مع الدبابات وكذا، وكنا نحب هذا الشيء. فيعني صارتنا حادث بسيط، يعني ما انقلبنا او شيء زي كذا الحمد لله يعني، بس انه المشكلة ايش هي، انه غرز في حفرة، فلما غرز بدأ يخلص الفيديو بس ما عليكم بكمل. فلما غرز قال هو راح دفني، فراح دفيته هو الدباب، يوم جيت بدف قام هو دعس علي، يعني قام كل التراب دخل في وجهي، يعني كذا دخل علي يعني. فيعني قلت وش تبي انت؟ فيعني يعني عصبت انا عليه، يعني وش حسبته قلب علي. يعني فجأة شو اسمه داس بالدباب وجا كل التراب علي قوية، يعني كان المفروض يعني اني ادفك انا، يعني ادف الدباب. وهو داس ودخل كل شيء في وجهي كذا وحالتي حاله. فاشولنا ما سحب علي وراح. بس انه يعني خلاص وعشنا حياتنا بسرور. المهم اتمنى عجبكم هذا الفيديو، واسف اذا طولت عليكم. اتمنى شباب اذا عجبكم سووا لايك فيفورت، وتشتركون اذا اول مره تشوفون اول مره يعني تشوفون فيديو من فيديوهاتي. واتمنى يا شباب انكم ما تقصروا معي بالنشر. كان معكم اخوكم سلمان، مع السلامه.